بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعنا لكم بحلقه جديده عن ببجي موبايل. واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم حدث من خلاله راح تحصلون على سكين دائم مجاني، سكين محمد صلاح. فقبل ما نبدا المقطع اتمنى من عندكم توصلون هذا المقطع 5000 لايك. اتمنى من عندكم، طبعا دائما اقول لكم خلوا نوصل هذا المقطع 5000 لايك، وما يوصل اي مقطع عندي 5000 لايك ما عدا مقطع المهمات. فاتمنى من عندكم يا شباب شكو واحد يشاهد هذا المقطع، اتمنى من عندك يا صديقي تضغط لايك. فما اطول عليكم بالمقدمه، طبعا نروح هنا على الصور ونقلب هيجي راح يطلع لنا سكين محمد صلاح مثل ما تشوفون، او فعاليه محمد صلاح، فعاليه ليفربول مثل ما تشوفون. هذه هي الفعاليه، تضغط عليها ومثل ما تشوفون يا اصدقائي هذه هي الفعاليه. الفعاليه بكل بساطه يا صديقي عندنا مجموعه مهمات، هذه المهمات نحصل من خلال هذه الكره. من نحصل هذه خلال هذه الكره هنا يقول لك لا توجد كرات قدم كافيه. طبعا هنا مثلا عندنا مهمات كل سهله، هنا عندنا فقط تسجيل الدخول، حصلنا على كره واحده. وهنا يقول لك احتل تصنيف ضمن افضل 5 لاعبين في الوضع الكلاسيكي مره واحده، ايضا تحصل على كره واحده. وهنا يقول لك كون فريقا مع الاصدقاء واكمل 3 مباريات في الوضع الكلاسيكي راح تحصل ايضا على كره واحده. وهنا يقول لك العب لمده 90 دقيقه اجمالا راح تحصل ايضا على كره واحده. شنو نسوي بهذه الكرات يا صديقي؟ كل سهل، هذه الكرات تسويها راح نجي هنا نضرب ضربات جزاء، على كل ضربه راح نحصل نقاط. هنا السهم عندنا نقطه، وهنا بالاحمر نقطه واحده، وبالاصفر 3 نقاط، وبالابيض نقطتين. طبعا هسه احنا عندنا مهمه واحده سويناها مال تسجيل الدخول، عندنا كره واحده، هسه نقدر نضرب كره واحده اللي هي ضربه الجزاء العفو. فراح نجي هنا تختار احد اللاعبين الموجودين، اكيد كل احنا راح نختار افضل لاعب حاليا، افضل لاعب عربي حاليا محمد صلاح. راح تضغط عليه وبعدين تضغط موافق، جاي اقول مؤقت موافق. من تشوفون صار عندنا هنا تريد تغير اللاعب، هنا ندوس على تغيير. ممكن الناس ما يعجبهم محمد صلاح، ما ادري. طبعا هنا التصويب عندك، شو وقت تضغط على التصويب من يكون هذا السهم هنا حتى تاخذ 3 نقاط. ليش تاخذ 3 نقاط؟ حتى نقدر نجمع 110 وناخذ سكين محمد صلاح او سكين ليفربول كامل ومجاني ودائما مثل ما تشوفونه، لان هذا الجوائز كلها ما تفيدنا، تفيدنا هذا السكين. طبعا السكين كلش حلو ويكون سكين نادر، طبعا ما راح ما اعتقد راح ينزل مره ثانيه. فلازم يجمع 110 نقطه، لازم هنا من توصل 3 نقاط او نقطتين دير بالكم يصير واحد. هسه احنا راح نختار اتمنى وصل 3 نقاط، حلو 3 نقاط مثل ما تشوفون هنا حصلنا 3 نقاط. طبعا الفعاليه راح تستمر ويانا لحد يوم 16/12 وتنتهي هذه الفعاليه. بخلال هذه الفعاليه اذا كل يوم انت سويت 100 على 3 او 2 راح تقدر تحصل على هذا السكين دائم ومجاني، وراح تجمع على اكثر من 110 نقاط. هذا هو المقطع ببساطه يا شباب. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركه المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.